اخويا جينا انا اللي اول مره جيت للمعرض تبارك الله منظم مزيان. اول حاجه اللي لاحظت التنظيم زوين والمواد يلا دابا شنا الكسيبه الماعز شنا الناقات شنا العيودان وشنا الدواجن الدجاج بيبي وغادي ندوزو دابا للمنطقة الصناعية التراكتورات وداكشي اللي اندستريال. اش من مدينة؟ من تاملات كذلك. وحتى الناس اللي كيبريزونتيو حاطين شي حاجة في لي نورم في المستوى. شنو اللي عجبك في المعرض المميزات العام؟ اللي عجبني المميز بعدا لي دومين، الناس ديال لي دومين كيبريزونتيو شي حاجة مزيانة، عندهم لا كاليتي، بزاف ديال لي غاس ديال يعني بالنسبه للبقر ولا بالنسبه للغنم ولا حتى لي شيفا. المعرض الفلاحي ديال مكناس انه طري اورغانيزي على لي زاني اللي دازو، ما كاينش داك الزهام وما كاينش المسائل اللي خايبه، وكما قالت الاقصى يعني حصل لي دومين هذا العام يعني زادوا طوروا من البرودكتيفيتي ديالهم وعندهم مسائل ديالهم تري سبيسيال. بيه اخويا كلشي زين تبارك الله، كلشي هو هذاك. أول مرة غتجي؟ لا لا هذه تقريبا شي خمسة المرات. واش زائر ولا عندك؟ لا تنجي على قبل من تاملات. تاملات؟ آه. شنو عندك أنت هنايا؟ ما تنجي أخواتي يعجبني هادشي وتندير فلاح هنا. آه. داكشي مبرع تبارك الله وزين. والله يعز الفلاح والكساب ما شاء الله. كلشي اللي في المغرب عجبنا. كاع الشيء اللي فيه عجبنا. آه من تمارة. نعم. شنو اللي عجبك مزيان في؟ كلشي مزيان، كلشي زين. كلشي زوين، هادشي كاع اللي فيه زين. على خير. لا من الماشية ولا من الحديد ولا من جميع ما خلق الله. ولا من النقا ولا من الأمن ولا من النظافة ولا من جميع المسائل، ناس نقيين وناس زينين والأمن كاين تبارك الله والدنيا هانية، الماكلة موجودة، الماء موجود، كلشي موجود تبارك الله. عمري محمد من مدينة تسخيرات فلاح. جينا ديريجين فلاح، جينا لمكناس تنشوفو كلشي زين، كلشي فيه مزيان، كلشي مزيان، الأمن ديالو بس سميتو داكشي تواضع، كلشي زوين، كلشي مزيان، كي شفناها كنلقاوها مزيانة، أي بوس. ندور ولا الطيب قيادة ولا الطيب، ولكن شفنا هادشي مزيان، كل هذيك الله يزيدنا من هذا الخير هذا، الله يزيدنا من هذا الخير. هذه أول مرة لا ثاني مرة، ثاني مرة. مدينة فاس. بوشر يونس من مدينة فاس جامعة ولا الطيب دوار الحشافة. الحمد لله احنا فلاحة وجينا للمعرض الدولي ديال مكناس وعجبنا هادشي الحمد لله مزيان ديال الفلاحة وديال الآلات الفلاحية وهادشي ديال الأبقار والمواشي، الحمد لله كلشي مزيان. وهذه ثالث مرة وحنا كنجيو لمدينة مكناس مزيانة الحمد لله، وهذا شرف لينا ولسيدنا ولجميع المغاربة. والسلام عليكم.